السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عتمازيدات في هذا النهار الجميل وفي هذا النهار المبارك وفي هذا النهار اللي سبحان الله تجمعوا فيه كل شيء حوايج زوينين. الحمد لله بداية شهر رجب، كنتمنى تبدأ بالخير عليا وعلى جميع المتتبعات. أمطار، الحمد لله أمطار الخير، اللهم بارك والله يبارك لنا في هذه الأمطار وتكون أمطار الاستجابة وأمطار الخير علينا وعليكم. والحاجة الثالثة والحاجة الزوينة واللي غتعجب كاع النساء، اليوم يوم عالمي الاحتفال بالمرأة، وبالمناسبة تحية لأي كل مرأة، تحية لجميع النساء، تحية وأولهم وأول النساء اللي غنقدم لها التحية ونقدم لها التقدير ونقدم لها الشكر والاعتزاز والامتنان والفخر هي الحبيبة أمي الحاجة ربيعة. كنقدم ليها الشكر الخالص وكنتمنى من الله يطول لي في عمرها وان شاء الله تشوفني كيف ما بغات هي. الحمد لله ما كتشوف عليا كل خير، وكنتمنى من الله يقدرني انني نحقق جميع داكشي اللي كانت باغيه تحققه هي والمسيره اللي كانت باديه هي نكملها انا ان شاء الله. وتحيه لكم ايضا متتبعات قناه ام عتمازيدات في هذا النهار اللي هو نهارنا اليوم. كنتمنى لكم السعاده وتحقيق الاماني وتحقيق كل متمنيات الاخوات، اي وحده عندها شي امنيه بمناسبه هذا اليوم العالمي، اي وحده عندها شي أمنية الأخوات تجتهد عليها تبحث عليها وتكون مكافحة عليها وتكون مناضلة على الفكرة ديالها، الأفكار باش أنهم كيتحققوا، باش أننا نوصل الأفكار ديالنا ونحققهم بالكفاح وبالاجتهاد وبالمواصلة وبعدم الاستسلام. هاد النصيحة منجوش ونستسلموا في الحوايج الخير، يعني ماشي كنقول لكم عدم الاستسلام في الحوايج ديال الشر، الحوايج ديال الحوايج الخايبين أو الحوايج المنكرين، الحوايج ديال الخير نحاولوا سواء اخطأنا ولا ما اخطأناش، الا اخطأنا ما نعكزوش ما نفشلوش، يعني الخطأ هي بداية طريق الصواب. اي واحد خطأ راه كتكون طريق الصواب، يعني كتحاولي تبحثي على المشكل او الحاجة اللي ما بغيهاش، هو الانسان يخطا ويتراجع، لا نخطا ونزيد القدام، فمن الخطا يتعلم الانسان الصواب. غنبداو في الدرس ديال اليوم، غتكون ورده حمراء وفيها جوج الالوان الاحمر والاخضر، هديه لكم كامل المتتبعات قناه ام عثمان زيدات، وهديه لجميع النساء في هذا النهار ولجميع الامهات وجميع الاخوات، وتحيه كبيره كبيره للنساء القرويات، النساء المناضلات، النساء المعطاء، تحية لهم خالصة من أم عثمان زيدات. إن شاء الله غنبداو في الدرس اليوم ونبداو في الوريدة اليوم اللي كنهديها لكم، وكنتمنى تكون وردة خير عليكم كاملين. بركة الله غنبداو الدرس اليوم. الأخوات حاولوا تلاحظوا معايا، مثلا في هذه الوريدة بحال هكايا غنخدموا دائما نخدموا الورادي اللي كيكونوا الوسط. معايا يعني اختارت لكم هذا الثوب المذهب وهذه الوريده الحمراء لانكم ومعرفتكم وتتبعكم كنز ليا وفخر ليا، وكنتمنى من الله لجميع الاخوات يحقق لهم الله المبتغى ديالهم ويكونوا سعيدات في حياتهم، يكونوا نشيطات في الحياه ديالهم، واللي باغيين يتعلموا الطرز الرباطي ان شاء الله يتعلموا ليه باتقان واحترافيه ان شاء الله. Thank you.
كنبدا نخدم الاخوات بحال هاد الاشكال، كنبدا ندير بحال التموجات، ولو ان الثوب راه ما ساعدنيش مع رقيق ما ساعدنيش على اني نخدم فيه مزيان. وانا حبيت انني نهدي لكم في ثوب مذهب لانكم كتستاهلوا كل خير، ولان كلامكم طيب ما يتقدرش بثمن وما يتقدرش باي حاجه. لاحظتوا معايا الاخوات كيفاش خدمتها، وغندير لها تزيين خاص كيف ما غتلاحظوا. راه هذا البيض كله غيتعمروا غيتزينوا ان شاء الله، لان هذه الهديه لكم بغيتها تكون في احلى حله وتكون احلى تحفه وتكون احلى 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 منظر واحلى شكل. هنا غيجو واحد الوريدات وريقات بخوات دي، هذه هي الشكل ديال الوريده تاعت اليوم. غتلاحظوا ان التزيين غيبدل ليها الشكل ديالها 100%. غنقوم بالتزيين ديالها ونخليكم مع الشكل النهائي. وفي الاخير الاخوات كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الوريده ديالنا. كنتمنى شوف الاخوات والله العظيم كنزين فيها، وانا حتى شي شكل مرضي حتى شي شكل معجبني. كنحاول نزينها لان قيمتكم ومكانتكم ما كتقدرش عندي بثمن. والشكر ديالكم والتشجيع ديالكم والاتصال ديالكم والعلاقه اللي ربطتني مع بزاف الاخوات اللي ولاو كيجي يزوروني ولاو اخواتاتي الحمد لله ما كتقدرش بثمن. هاد الوريده هذه لكل المتتبعات، وللاشاره الاخوات هاد الوريقه هذه راه ما صورتهاش لكم، خدمتها بالتخوات دي
هذا فكرني في واحد الطاس كانت كديرو ماما، ما كانش كيقولي لي هما تخوضي، كان عنده واحد الاسم اخر وكانت كتخدم واحد الوريدات سنوريهم لكم، راه غنصور لكم فيهم فيديو ان شاء الله. هما هادو الا شافتهم ماما راه تعرفهم، ماما كانت تخدم هادو وبغيت ان شاء الله هي اللي تجي تقادهم باذن الله. شفتوهم ها الوجه ديالك تقلبها، هذا هو الشكل النهائي الاخوات. هاد الخوات دي خدمتهم بهالطريقه هذه غير بالخطفه، وكتشن فيهم شوفوا الستيلو، كتشن فيهم كتقطعيهم وكتكويهم بالكاويه من الجوانب ديالهم، غير الحاجه الوحيده هي نعمروا الكانيط بنفس اللون اللي خدمنا به الوجه. الكانيط نعمروه بالجراره اللي غنخدموا بها الخوات دي، في اي شكل ديال الخوات دي نعمروا الجراره من نفس اللون باش ما كيبانش لنا الفرق بين الظهر وبين الامام. هذا هو الشكل تاع اليوم الاخوات، كنقدموا هديه للحبيبات والاميمات والصديقات والاخوات والعويتقات اللي في القناه ان شاء الله، الله يسهل عليهم الله ييسر لهم، واللي مرض الله يشافيهم. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم غدا باذن الله بث مباشر، غيكون فيه اسئله واجوبه وغتكون فيه ان شاء الله كل خير ان شاء الله. الاخوات ربما غيقدر يكون البث مع العشرة، عندي شي ظروف خاصه كيف ما قلت لكم السبوتي عندي كيكونوا عامرين، ولكن ما كنقدرش نخليكم بلا ما نلقاكم غالبا 9:30 العشرة. انا غنحاول نخليكم ميساج في لي كومونتير ديال اليوتيوب باش نقول لكم التوقيت ما غيكون 9:30 ولا العشرة ان شاء الله. وهديه هذه لكل الاخوات، وتحيه للمدام الذهبي هي هديه ليها لانها كتسول عليا بزاف وكنشكرها. تحيه للاخوات الجزائريات، التونسيات، القطريات، السعوديات، وكذلك الهنديات، والجميع جميع النساء وجميع الدول وجميع البلدان. والى اللقاء ان شاء الله في بث مباشر ان شاء الله.